ده روبوتك ارم او بمعنى اصح روبوتك هاند. كان الانتنشن بتاعه ان انا اعمل هاند بتميمك حركه الايد فوق سنسور اسمه ليب موشن. بس بعد كده اكتشفت له يوزز اكتر بكتير واحسن بكتير، زي ان سنسور اسمه مايو اي كان يوز ات از ا بروستاتيك ارم، يعني ممكن حد تبقى ايده مبتوره ويقدر يركب الدراع ده مكانه ويركب السنسور ويقدر يتحكم بايده وكانها ايد طبيعيه. الاستخدام الثاني اللي فكرت فيه ان ممكن حد يقدر يتحكم في حاجه ريموتلي لو هو في مكان تاني، نقدر نكنترول حاجه ريموتلي لو موجوده في بلد ثانيه.